أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، أيها الأخوة، حينما يريد المؤمن أن يوثق صلته بالله ويريد أن يكون تصرفه مع الله تصرفا سليما، فإنه لا يغفل جانب المطعم، جانب ما يأكله، لأن ذلك الذي يأكله يؤثر بالتأكيد على تدينه وعلى قبول ما يقدمه لآخرته. حينما يكون الإنسان صادقا في تدينه فإنه يكون مشغولا بهذا الجانب، بأن لا يدخل إلى بطنه إلا شيئا حلالا أذن الله فيه، لأنه إذا أدخل إلى بطنه ما ليس جائزا مما هو محرم فإن ذلك له آثار على تدينه وعلى قلبه، على قساوة قلبه. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يهتمون كثيرا بما يأكلون، ولذلك كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه فيما قيل عنه كان أول من استقاء في الإسلام، أي أول من تعمد القيء في الإسلام، لأنه كان أكل من أكل ثم سأل عن هذا الأكل فوجد أن أصله لم يكن حلالا، لأن صاحب هذا الطعام الذي كان قدمه وكانت شاة قد وصل إليها بطريق غير مشروع. فلما علم بذلك وضع أصبعه في فمه ثم استقاء، فقيل إنه أول من استقاء في الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به، أي لحم الإنسان تستحق الجنة وتستحقه النار، لكن إذا كان اللحم لحما ناشئا عن حرام فهو من حظ النار وليس من حظ الجنة. الجنة لا يدخلها لحم نشأ عن حرام، ولذلك ترى الإنسان المؤمن سؤولا، كما يسأل عن الصلاة والصيام تجده سؤولا عن أحكام الأطعمة، هل يجوز هذا الطعام أم لا يجوز، وعندنا أطعمة كثيرة جائزة وأطعمة أخرى غير جائزة، عندنا أحكام موقودة، أحكام متردية، أحكام نطيحة، أحكام ما وصلها الإنسان بطريق غير سليم إلى غير ذلك. فمن هنا يكون الإنسان مثلا وهو يخرج إلى الصيد يصطاد، وكثير من الأشخاص يعجبهم أن يصطادوا في فترة السماح بالصيد، يخرج كثير من الرجال للغابات فيصطادون، لكن لا أحد منهم يسأل هل هذا الصيد الذي يصطاده الآن بهذه الطريقة هو جائز أم لا؟ بعض أنواع الصيد حرام لا تؤكل، ولو أن الإنسان صادها، إذا صاد الإنسان بحيوان غير معلم، إذا خرجت فصدت بحيوان بكلب ولم يكن الكلب معلما لك وأتاك بشيء فإنه حرام، لأن لا يصيد لك وإنما يصيد لنفسه. الله تعالى يقول: فكلوا مما أمسكنا عليكم. إذا صاد الإنسان بحيوان أساسا هو ليس معدا للصيد كالنمس مثلا، صيده كما يقول الفقهاء غير جائز. إذا اصطاد الإنسان حيوانا وسقط في الماء قبل أن يتناوله هو لا يعرف إن كان هذا قد مات بالصيد أو مات اختناقا بالماء، وهناك أحكام كثيرة في الصيد، هذا جزء فقط. لذلك قلت في الباب الكبير هو أن الإنسان يسأل عما يأكله كما يسأل عن صلاته وصيامه وزكاته وحجه.
وقد بينت أن هذه التعاملات والبيوع خصوصا هي قائمة في نظر الإسلام على أساس البراءة والسلامة، أي أن الناس حينما يبيع بعضهم بعضا لا يكونون قاصدين إلا شيئا واحدا هو تبادل المصالح لا أقل ولا أكثر، لا يقصد الواحد أن يغدر بالآخر أو أن يأخذ ماله بالباطل، لأن تلك ليست هي البيع، ذلك الذي يفعله هؤلاء ليس هو البيع، البيع أصل فيه سلامة النية وهكذا. فإذا تحدثنا في الماضي عن حرمة الغش والناس كلهم يعرفون أنه من غش فليس منا فليس مني كما ورد في الحديث الشريف، وشرحت لكم بعض مظاهر هذا الغش الذي أصبح مع الأسف الشديد فاشيا في تعاملات المسلمين المؤمنين المتدينين وغير المتدينين، أصبح الغش جزءا لا يكاد يتجزأ من التجارة، وأصبح الإنسان حينما يخرج يوصى بعدد من التوصيات أن يحذر، احذر أن تشتري لحما ربما هو لحم شاة ميتة أو بقرة ميتة، أو احذر أن تأكل لحما هو لحم حيوان غير آخر احذر. فلذلك دائما نوجه المحاذير احذر احذر، وزالت الثقة في الناس لأن التدين عندهم لم يعد يشمل هذا الأمر، أي أن الإنسان لا يأكل إلا ما يحل له، الإنسان أصبح يستبيح ما يقع في يده ولا يسأل عنه، لأنه يعتقد أنه بعد أن يجمع الكثير الكثير من الحرام يكفيه أن يذهب في عمرة أو في حجة فيغفر الله له، وهذا فهم خاطئ. من أنواع البيوع التي تندرج تحت مفهوم الغش بيع يسميه النبي صلى الله عليه وسلم بيع النجش، النج، وهذه عبارات مصطلحات شرعية يجب على الإنسان يعلمها مثل ما يعلم أحكام أي عبادة من العبادات. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش. ما هو النجش؟ النجش في الأصل أي في اللغة هو إثارة الصيد أو إثارة ما هو خفي، إذا أردتم أن تعرفوه فيمكنكم أن تستحضروا ما يفعله الصيادون إذا خرجوا إلى الصيد في البادية، إذا خرج الصيادون ليصطادوا وكانوا جماعة فإنهم يصدرون أصواتا من هنا ومن هناك، وينبعث كثير منهم بأصوات وبأصوات الكلاب وما إلى ذلك، فيحركون الصيد ويفزعونه، وبهذه العملية يجمعونه حتى يقع في الوسط، هذا هو النجش. هذه عملية معروفة عند أهل البادية، يحيحوا، هذا هو يحيح، من أنه يفعل هذا الشيء باش يحرك، هذا المعنى الكلمة في الدارجة ديالنا. هذا النجش في الحيوانات معروف، هذا هو، ولكن هناك نجش مثله في 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 التجارة. كيف يتصور الشرع هذا النجش؟ يتصوره في صور عديدة، منها أن يأتي إنسان يتفق مع تاجر، إنسان يتفق مع تاجر وهو يبيع سلعة يعرضها، فيأتي هذا الشخص كأنه يأتي من بعيد ويسأل التاجر كم تبيع هذه الساعة مثلا، فيقول هذه الساعة قيمتها 50,000 درهم 50,000 سنتيم، فيقول هذا الإنسان الذي يراها إنها ساعة عظيمة، إنها تساوي أكثر من ذلك وكذا وكذا، ويأخذ في امتداحها فيعطي ثمنا، ثم يأتي صديق آخر فيزيد، فيأتي إنسان ثالث ليس له صلة بالموضوع فيرى أن الناس يتسابقون على هذه الساعة العظيمة، الساعة القيمة، الساعة التي لها هذه المواصفات، فيزيد، هذا كان 50 قالوا لنا نديها 60، جاءك المسكين اللي ما عنده خبر قال 70، قلوا يا سي الله يربح ديها ذهب 70، ولا هي تساوي لا 50 ولا 30 ولا 40، إنما هي ساعة عادية مثلا قيمتها 50 درهم مثلا، رفعوا سعرها عمدا، ولكنهم لم يكونوا يقصدون الشراء وإنما كانوا يقصدون إيقاع الآخر. هذه عملية سماها الشرع نجساً،
نجشا نجشا، وهي حرام لأنها قائمة على الخديعة وعلى الوقيعة وعلى الكذب، لا تجوز. يمكن أن يفعلها الآن تجار، يمكن أن يفعلها تجار الآن في قطاعات متعددة، يأتي مثلا أناس يبيعون السائحين سياح يبيعونهم بعض الأشياء القديمة أو التي تبدو كأنها قديمة، فيأتي أحد الأشخاص ممن يتفق مع التاجر فيقول لهم هذا سيف قديم وهذا سيف عتيق، بل قال أحدهم لبعض السياح هذا سيف خاص إنه سيف علي بن أبي طالب، أي سيف علي بن أبي طالب في المدينة المنورة يباع في مراكش، أجب سيف من المدينة إلى، ووقع لهذا الإنسان كان مغترا وظن كلاما صحيحا فوقع، ويقع لهم في شيء من الزرابي وشيء من الأثاث، يأتي من يجمله ثم يقاسم التاجر الثمن. هذه ليست إلا سرقة، سرقة بوساطة تجارة، هذا جزء نوع من النش. إذا النش يكون هناك عملية رفع الثمن بهذه القيمة بهذا المعنى. من أنواع النجش أيضا هذا نجش المشتري، نجش آخر يقابله نجش البائع، أي أن البائع هو الذي يقول هذا. كيف يتم ذلك؟ يتم بصورتين، الصورة الأولى هي أن يدعي أن هنالك من أعطاه ثمنا يريد أن يبيع شيئا، هو لم يعطيه أي أحد أي ثمن، فيأتيه شخص يقول له كم يساوي هذا، فيقول له أعطوني 100، ورا مازال ما أعطاه يلا هذا قعد، باش هما ما يعطيوش 60 ولا 70 ولا 80، هو رفع حمل 100 بعدا باش يبقاو يتكلموا من 100 الفوق. قول له شوف شوف كان أسيدي والله لا أعطوني 100. ها هؤلاء الذين يفعلون هذا، هؤلاء أناس يأكلون سحتا وحراما، والبيع هذا هو عبارة عن سرقة، وقال بعض الفقهاء هو نوع من أنواع الربا. إذا لم يكن بلا، إذا كان بلا يمين بلا قسم فهو هكذا، أما إذا انضم إليه القسم والحلف فيكون أفدح. وفي زمن عمر بن عبد العزيز كان له أحد الولاة، وكان كلفه بأن يبيع بعض الأشياء بعض البضاعات، فباعها الوالي، ثم قال لعمر بن عبد العزيز لولا أني كنت أزيد في ثمنها لكانت كاسدة، لولا أنني كنت أنا أقول بأن ثمنها وأرفض لكانت كاسدة. قال إنه النجش، هذا هو عمر بن عبد العزيز يقول لوالي هذا هو النجش، لعامله هذا هو النجش. فأرسل عمر بن عبد العزيز من ينادي في الأسواق إن هذا البيع مردود، أي بيع ليس له شرعية، ليس شرعيا، ورد عمر بن عبد العزيز هذا البيع. هؤلاء الذين يقع منهم هذا هم مثلهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أن أحدهم كما ذكر ذلك البخاري أن رجلا وقف في سوق، أوقف تجارته في سوق، فقال إنه أعطي فيها ما لم يعطى، قال لهم إنني أعطيت فيها مال كذا وكذا ولم يعطى كاذبا، فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لاحظوا كم هي هذه الجزاءات خطيرة، هؤلاء يبيعون ويشترون بعهد الله وأيمانهم، الأيمان باليمين قسم، أولئك لا خلاق لهم لا حظ لهم في الآخرة، لا يكلمهم الله لا يزكيهم في الدنيا لأنهم بلغوا درجة بعيدة في البعد عن الشرع، لا يزكون لا يطهرون لا ينظر إليهم الله يوم القيامة، ما بقي شيء من العقوبة أكثر من هذا. لماذا؟ لأنهم فعلوا هذا. كم من التجار يروجون السلع بادعاء أنهم أعطوا فيها كذا، قلوا لا أعطيك لا والله كما شئت والله ما كذا، هذا كله ليس بيعا، هذا عبارة عن سرقة وعبارة عن حرام في حرام، وصاحبه يطعم أبناءه حراما. يكفي الإنسان أن يبيع بيعا عاديا فيقول إني أطلب كذا، ما تقول شريت كذا،
وانت ما شريتش كذا، ما تقولوش اعطوني كذا وانت ما اعطاوكش، لان هذا كله من انواع النجش. يدخل في انواع النجش الذي يفعله التجار ان يبرزوا البضاعه بغير وجهها الحقيقي، اي ان هذه البضاعه لها مواصفات معينه، قد تكون بضاعه جيده او متوسطه او رديئه، الذي يبيعها يجب ان يبيعها على صفتها كما هي، لكن هؤلاء لا يفعلون ذلك، يحاولون ان يغالطوا الناس في البضاعه، فلذلك يظهرونها قبل البيع بنوع من الجاذبيه لتشترى. كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شيء ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ونبه اليه، وهو ما يسمى تصريه الشاة او البقره او الناقه، اي ان الانسان قبل ان يبيع شاة او بقره يحبسها يوما مثلا او ولا يحلبها، يتركها فيجتمع اللبن في ضرعها فيخرجها الى السوق فيبيعها، ويرى المشتري ان لها ضرعا كبيرا ويقول بانها ستحلب، فيأخذها ويشتريها بالثمن ثم يحلبها المرة الأولى فتخرج ما فيها، ولكن في المرة الثانية تعود إلى أصلها الأول فلا تخرج اللبن الذي كان فيها. هذه تسمى تصرية، تصرية الشاة، أي يصريها يحبسها على أساس أن يجمع فيها اللبن ثم يفعل ذلك، هذا بيع منهي عنه. هذه التصرية يمكن أن تتم في الحيوانات كما رأيتم، وأنتم تعلمون أن بعض الحيوانات ذهب الناس فيها مذاهب كثيرة في الفساد، فأصبح الواحد منهم إذا أراد أن يبيع مثلا شاة يحبس عنها الطعام والشراب أو يحبس عنها الماء ثم يطعمها ويطعمها شيئا من الملح، يشيل لها الملح فتشرب أو تأكل الملح فتحتاج إلى الماء فتشرب ماء فيتقل الوزن، ويقصد بذلك أن يبيعها بالوزن وهي ثقيلة، هذه من التصرية كذلك. وذهب بالناس بعض بالناس فجورهم إلى درجة أبعد، فصار بعضهم يعمد إلى أن ينفخ شاة، أن ينفخها لتبدو سمينة، ثم إذا اشتراها المشتري كشف له أنه قد غبن وقد، هل يمكن أن يكون مسلم يريد أن يعيش بالحلال يفعل هذا؟ طبعا لا. إذا شئتم فادخلوا الأسواق، الأسواق تعطيك أكثر من هذا. أنا أذكر العناوين ولكنتم تعرفون أكثر مما أعرف أنا، لأنكم تعرفون الأسواق. رجل يهيئ محلا يهيئه ليبيعه، مقهى مثلا، وقبل حينما يعرض التجار ويأتي الناس ليشتروا يجمع مجموعة مالا كثيرا في عنده، يجي يقول كذا هذا كذا الله يودي راه حنا اروح تشوف، ويحلوا القزر يجبر فيه الاخر النقود الكثيره ف يمشي يشري معنا، ولكن ماشي هو معنا المدخول ديالو، ماشي هو هذاك زاد فيه، يعمر القزر ويقول لها شحال دخلنا هذا النهار الحمد لله بعد راك جيت على غفله، وما جا لا غفله ولا هو راه مغفل وصافي. هذه بيوع ربما يفعلها بعض الناس من المسلمين من المتدينين، ها، ويرون أنهم أهل دين، إنما يختصمون في جزئيات صغيرة في المسجد. من كان لا يستطيع أن يترك هذه الأشياء فهو يعيش على الحرام. من ذلك من أنواع النجش كذلك شيء آخر، وهو الاتفاق على إيقاف الثمن. مثلا هناك بيع بالمزايدة، وهذا أذكره، البيع بالمزايدة جائز حين كان يكون التاجر يعرض فتبيع شيء يعطيك فلان كذا ثم يضيف الآخر كذا ويضيف كذا ويضيف الآخر كذا إلى أن يبلغ الثمن الذي يرتضيه البائع فيبيع أو لا يبيع، مهم أنه، لكن في بعض المرات وفي هذه الحالات كلها شيء يزيد على شيء جائز، لكن إذا وقع الاتفاق بين البائع والمشتري، يقول شحال يا سيدي؟ قل له اعطيتك 500 سيدي الله يربح، يلا ها 500 الله يربح، نعطيك شي حاجه باربول ولا ما نعطيكش. يجي من بعد واحد انسان يقول له شحال اعطاوك 500، قل له انا نزيد لك 600،
هذاك الاخر يبقى يدور باش يتحلل منه، واسيدي كذا وخلينا فلاسين انت ما بغيتش تخلصني انت راك تلعب عليا ولا كذا، وما عنده غرضه باش هذا كلهم يقعون في الحرام، لا اللي الان بغى يتحلل من البيع ولا الذي يشتري على من اشترى. هذاك اشترى صافي في الضاء، لا يجوز لك ان تشتري، لا يجوز بيع على البيع، ولا تجوز بيعتان في بيعه واحده. هذه تنظيمات شرعيه، اذا كان الناس يتنافسوا تنافس مع راسك، ولكن اذا هم رصاو لا يجوز لك، لا يجوز لك ان تضيف شيئا. اذن هذا هو، هذا نوع من، فمن انواع النجش هنا هو ان يتفق الناس على توقيف الثمن. قولوا احنا نمشيو ندخل واحد المزايده اما في الديوانه ولا في المحكمه ولا اجي نتلاقاو برا، ما تزيد عليا ما نزيد عليك، نتفقوا نوقفوها في واحد الثمن، هي تسوى مثلا 1000 نعطيو فيها 300 ولا 400 ولا 500 صافي. يقول شكون اللي يزيد ما زادوش، بقات تباعت ب 400، يخرجوا برا بقات لهم الثمن الحقيقي راه مازال ما وصلوش، يتقاسموا بيناتهم يردوا على بعضياتهم. ولكن صاحب الشيء الذي بيع له شحال باعوا؟ 300 ولا 400، خصوصا اذا كان يتيما او كانت امراه ارمله او كان انسانا مضغوطا او كانت انسان عليه ديون، بعض الدور بعض المنازل هكا تباعت، الدار يسوى الثمن ولكن في المزايده يتفقوا باش يرصيوها على الثمن ما يخلوهاش تطلع، هذا نجش، اتفاق على توقيف الثمن. اذا هذه البيوع ايها الاخوه هذا جزء يجب ان نعرفه كما نعرف الصلاه والصيام. اذا كنا صادقين في تديننا يجب ان نعرف هذه الاشياء وان لا نتورط فيها. ماشي سهل هذا الشيء يقول لا معليش سهل، سهل هو انك ستذهب الى الاخره التي تجد ان دينك ليس على شيء، انك لم تكن على شيء. فلذلك ذكرت انا فقط هذا، وياتي ان شاء الله انواع كثيره من البيوع التي تقع للناس ويتورط فيها الناس. انا اظن ان كثير من الناس يتورطون فيها جهلا، لا يعرفون حكمها جهلا، ولكن اذا سالوا العلماء وسالوا عن احكام البيوع لا شك انهم يهتدون الى الحق ويهتدون الى الصواب. في لقاء اخر ان شاء الله اذكر نوعا اخر من البيوع التي نهت عنها الشريعه الاسلاميه، واذكر ان شاء الله بيع او بيوع الغرر، وهي كثيرة وتقع في أسواقنا كثيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.